أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا، تطورات وأحداث متسارعة تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، وكل ذلك يؤثر سلبا وإيجابا على الوضع العراقي. الحكومة العراقية وعبر وزارة الخارجية تسعى لاتباع سياسة متوازنة تجاه الأحداث السياسية الدولية والإقليمية. الحديث عن تفاصيل الملفات، أبرز الملفات السياسية وأيضا الملفات التي تشغل الساحة العراقية وأيضا سياسة العراق الخارجية تجاه الوضع الإقليمي والدولي، نحن اليوم في مقر وزارة الخارجية العراقية ومع ضيفي في البرنامج الدكتور أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية. مرحبا بكم دكتور في البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وشكرا جزيلا لتجشمكم عناء القدوم إلى بغداد من كركوك. شكرا. شكرا جزيلا دكتور، برأيك ما هي أهم أو أبرز ملامح السياسة الخارجية للعراق في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السياسة الخارجية العراقية سياسة ملتزمة بمصلحة الدولة العراقية، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية، فإننا ننحو في هذه الأثناء صوب تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي المقرر والمجمع عليه لحكومة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. البرنامج يقرر أهمية إعادة موضعة دور العراق ضمن نسق تفاعلاته الإقليمية والدولية عبر نسج شراكات متوازنة ومنفتحة ومؤكدة مع جميع الأطراف، بما يحقق مبدأ السيادة الوطنية المتكاملة وحماية مصالح العراق والتكريس لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية التي من شأنها أن تعمل على خلق برامجيات تطبيقية دبلوماسية نحو المزيد من استقطاب الشركات الاستثمارية واغتنام الفرص التي تتوافر عليها الحالة العراقية. العراق وهبه الله عز وجل جملة من الخصائص الأساسية، في مقدمتها الموقع الحيوي جغرافيا، وكذلك تعدد الموارد في المستوى الحيوي، وأيضا تعدد الموارد البشرية. إذن اتحاد الموارد البشرية والطبيعية مع الموقع الحيوي مع سياسة خارجية متوازنة مع الدور فاعل للدبلوماسية العراقية، كل هذه الخصائص وضعت العراق في حيز المقبولية والتفاعل والانفتاح وفق أولويات في مقدمتها الانفتاح على جيران العراق، ذلك أن هناك قدرا تاريخيا وجغرافيا متداخلا يجمع العراق مع محيطه على مستوى الجوار، وكذلك محيطه الأوسط جغرافيا وهو مجلس التعاون الخليجي ودول الخليج العربي، ثم الأبعد من ذلك وهو الصداقات والشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، ثم ننفتح ما هو أبعد من ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعات الأخرى في آسيا، سيما بالتحديد المجموعات أيضا ضمن منظمة التعاون الإسلامي. إذن نحن ننسج علاقات ثنائية الأبعاد ومتعددة الأطراف. في المستوى الثنائي هناك لجان مشتركة بين العراق ومجموع شركائه وأصدقائه، وهناك أيضا مصالح مشتركة تربط العراق في المستوى والحيز متعدد الأطراف، وفي الحقيقة نشتغل على هذا الأمر في حيز المنظمات الدولية والمحافل التي تشكل أولوية قصوى لمصالح العراق بهذا الجانب. نعم. طيب دكتور، يعني موضوع الانفتاح أو مصطلح الانفتاح عندما نتحدث به بعد 2003 لحد هذه اللحظة، يعني هل إحنا مستمرون بالانفتاح؟ يعني صح أنه قبل 2003 كان النظام البائد عنده توترات إقليمية في المنطقة، كان هناك معادات لبعض الدول، كانت هناك سياسات يعني أثرت سلبا بشكل كبير على الشعب العراقي، لكن بعد 2003 لحد هذه اللحظة الآن 18 سنة، أكثر من 18 سنة أو بحدود 20 سنة، يعني الحديث عن الانفتاح هل أنه صح برأيك؟ يعني المؤكد الانفتاح ليس خيارا أمام الدبلوماسية العراقية، بل هو مسار تعمل الخارجية العراقية على تأكيده في كل مرة وعبر ممارسات متعددة، ذلك أن انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه يحقق الطموح الذي تسعى إليه الحكومة العراقية من جهة، ونرى في مسألة تأكيد الانفتاح وتعزيز الشراكات وتنويع البوابات الاقتصادية بما يعظم موارد الدولة العراقية، نرى في كل ذلك استعادة حقيقية لدور العراق. العراق هذا الذي مر بتحديات كبيرة بعد العام 2003 وتغيير النظام السياسي في العراق،
وانتقاله إلى نظام تعددي فيدرالي اتحادي، نظام متعدد من الناحية المكوناتية، نظام يسعى لإطلاق حريات التعبير والرأي وتعزيز مجالات حقوق الإنسان والتكريس لشراكات من شأنها أن تعيد العراق إلى خاصيات التفاعل ضمن المجالات والدوائر المتعددة. كل هذه المجالات ليست خياراً أمامنا، إنما هي في الحقيقة مسار نعزز من خلاله ما نصب إليه من تحقيق رؤية استراتيجية متعددة الأطراف. وفي الحقيقة توافرنا على عناصر قوة نتيجة تطبيق هذه الرؤية. تطبيق هذه الرؤية أفرزت في الواقع أن استعاد العراق شراكاته الأساسية والفاعلة ضمن محيطه وعمقه العربي والإسلامي. والمحيط العربي والإسلامي تحديدا هو محيط جوهري وفاعل. جميع الدول العربية سيما مجلس التعاون الخليجي تتوافر على موارد كبيرة مهمة على مستوى تعزيز الشراكات وانعكاسها في الحالتين الإقليمية والدولية. العراق قام بأدوار استثنائية وفاعلة لنسج حوارات جماعية على مستوى المنطقة، الحوارات بين الرياض وطهران، الحوارات بين مجموع أطراف المنطقة، حوارات امتدت لتطال أبعد نقطة جغرافية ممكنة. سيما الهدف من كل ذلك هو أن يكون العراق فاعل، وفاعلية العراق ليست نسجا سياسيا، فاعلية العراق في الحقيقة واقع جغرافي وتاريخي، واقع ينسجم مع تاريخية الدولة العراقية وينسجم مع ما تتوافر عليه الدبلوماسية من شراكات مهمة وأساسية تتيح لها فرصة المضي قدما مع جميع شركاء العراق مع أصدقائه. وبموجب ذلك امتدت هذه الشراكات وعناصر القوة لتصل إلى أبعد النقاط الجغرافية. في مثال ذلك مبادرة العراق لخفض التصعيد وأن يكون فاعلاً ضمن مجموعة الاتصال العربية التي تضم مجموعة من أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب، وهي مجموعة اتصال انبثقت عن الجامعة العربية بعضوية وزارة الخارجية العراقية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين. قدمنا مبادرة بهذا الشأن، تم تبني هذه المبادرة، عقدت العديد من الاجتماعات، تم اللقاء بالجانب الروسي، اللقاء بالجانب الأوكراني، وكذلك اللقاء بالعديد من الأطراف الأوروبية خدمة لمساعي خفض التصعيد والتوصل لتخفيض انعكاسات هذا العمليات العسكرية الجارية، سيما ما يتصل بهذه الانعكاسات في جوانب الطاقة، الأمن والسلم الدوليين، وكذلك جوانب تتعلق بالغذاء. إذن نحن الآن في مرحلة محورية وأساسية، وهذه المرحلة هي مرحلة حقيقية. الآن ومع البرنامج الحكومي لدولة الرئيس السوداني هناك أولويات، لا أقول عنها أنها جديدة بالمطلق، لكن أقول أنها دخلت في حيز من المتابعات بأولوية عالية وبمحورية للمتابعة والتحرك الدبلوماسيين بشكل فاعل. معالي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين يولي أولوية قصوى لمتابعة الملفات بشكل شخصي، تحفيز الدوائر السياسية والفنية بمركز الوزارة، ومتابعة سفارات وبعثات جمهورية العراق في الخارج لتنجيز ما يقرر على وزارة الخارجية بهذا الجانب. نعم دكتور، تطرقتم إلى موضوع الحرب أو العمليات العسكرية الجارية بين روسيا وأوكرانيا. طبعا هذا الموضوع أثر سلبا على الساحة الدولية، سواء الوضع السياسي الاقتصادي، أيضا كان تداعيات، أيضا ربما كان له تأثير على العراق أيضا. يعني كان هناك أيضا أبناء الجالية العراقية موجودين في أوكرانيا، أعتقد أنه هناك أيضا إجراءات من وزارة الخارجية باتجاه إعادة هؤلاء أو تسهيل إعادة هؤلاء إلى الوطن. أيضا أعداد الباقين هناك، يعني هناك أبناء الجالية العراقية ملازم موجودين في أوكرانيا مثلا في منطقة العمليات العسكرية. يعني ما هي إجراءاتكم كوزارة خارجية في هذا الصدد؟ شكرا جزيلا لطرح هذا الملف، لأنه يتصل بدوري سفارة جمهورية العراق في كييف أوكرانيا، وفي هذه الأثناء التعريف بأعداد أبناء الجالية العراقية الكريمة ومساحات تواجدهم
والأدوار التي قامت بها وزارة الخارجية العراقية بهذا الشأن، ومع بدء العمليات العسكرية الجارية الآن على الساحة الأوكرانية ومن قبلها بفترة يعتد بها من الزمن، أشعرت وزارة الخارجية العراقية بإعلانات رسمية موثقة عبر موقعها وحساباتها الرقمية، وكذلك عبر الموقع الرسمي لسفارة جمهورية العراق وحساباتها الرقمية الأخرى. تم إشعار أبناء الجالية العراقية الكريمة الذين يتواجدون في الساحة هناك بأهمية مغادرة الساحة الأوكرانية لإحتمالية نشوب عمليات عسكرية. كان هذا الإشعار بوقت مبكر، وتم تيسير خروج أعداد كبيرة من أبناء الجالية العراقية إلى عدد من الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا. بالمجمل عدد الجالية العراقية الذين يتواجدون في أوكرانيا إبان نشوب العمليات العسكرية كان يقارب 5000 مواطن عراقي يقيمون في أوكرانيا، يتوزعون في العديد من المناطق هناك، من بينهم ما يقرب من 450 طالب عراقي يتوزعون على 37 جامعة في أوكرانيا. بدأنا تباعاً بالتنسيق مع السلطات الأوكرانية هناك لفتح ممرات آمنة لإجلاء أبناء الجالية العراقية الكريمة ممن رغب منهم بمغادرة الساحة الأوكرانية، ونجحنا بإجلاء أعداد كبيرة منهم. في هذه الأثناء نتواصل في المستويين الرسمي من خلال وزارة الخارجية العراقية وسفارات جمهورية العراق، وبالمستوى الشخصي أيضا مع عميد الجالية العراقية هناك، نطمئن على أحوال الجالية، عدد من الشخصيات الوطنية العراقية الفاعلة في المجال السياسي أيضا، كذلك أيضا معالي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، قاموا جميعا بالاتصالات الشخصية على سفارة جمهورية العراق من خلال السيد القائم بالأعمال هناك والتواصل مع عميد الجالية العراقية، الاستجابة جهد الإمكان للمتطلبات الطارئة التي تستجد في الساحة هناك. الحال استثنائي، لكن بالتأكيد سفارة جمهورية العراق لا تزال تعمل وفاعلة هناك حتى هذه الساعة، لكن منذ يومين بالتحديد أعلننا عن تعليق العمل القنصلي فقط، العمل القنصلي داخل السفارة العراقية، ذلك أن المخاطر التي تشهدها الساحة هناك ربما تلقي بظلالها على طبيعة وصول أعداد من أبناء الجالية الكريمة إلى السفارة لتنجيز بعض معاملاتهم ومتطلباتهم القنصلية، ما حدا بنا إلى الإعلان عن تعليق العمل القنصلي هناك بشكل مؤقت، ولا نزال نرقب تطورات الساحة في أوكرانيا. طيب دكتور، يعني موقف العراق السياسي تجاه الحرب الأوكرانية، هل أنه نسميها حرب، ربما بعض الجهات أيضا نسميها عمليات عسكرية، وأيضا في وزارة الخارجية أعتقد أيضا يسمونها عمليات عسكرية باعتبارها العراق ربما يقف موقف المحايد في هذا الموضوع، هل هناك اتصالات معينة يقوم بها العراق مثلا عبر وزارة الخارجية من أجل تهدئة الأطراف، ربما من أجل إجراء حوارات، فتح باب حوارات من أجل حل هذا الموضوع؟ ثلاث مستويات للموقف العراقي عبر وزارة الخارجية العراقية. الأول، حيادنا لا يعني تنصل العراق عن مسؤولياته الإنسانية أو مسؤولياته الدبلوماسية، نحن فاعلون في الحيزين الإنساني والدبلوماسي، دليلنا على ذلك تشكيل مجموعة الاتصال العربية كما أسلفت قبل قليل بعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين. قام أصحاب المعالي العرب ضمن مجموعة الاتصال العربية بزيارة موسكو ولاحقا بزيارة العديد من البلدان الأوروبية، أجروا مجموعة من الحوارات الأساسية والهادفة التي تصب باتجاه إمكانية خفض العمليات العسكرية، تخفيف مخاطرها وانعكاساتها، هذا في المستوى الأول كما أشرت. في المستوى الثاني، موقف وزارة الخارجية العراقية، نحن مع توقف هذه العمليات العسكرية والحد من مخاطرها، ثم إمكانية المبادرة لأن نكون طرفاً فاعلاً أسوةً بمجموع الأطراف العربية في مجموعة الاتصال والجامعة العربية من أجل الحد من انعكاسات هذه المخاطر على أمن الطاقة العالمي والأمن الغذائي، وكل ذلك يعني أننا محوريون في هذا الحراك. الجانب الثالث في المساعي هو جانب استمرار التعبير عن موقفنا بأن
هذه العمليات العسكرية في حقيقتها تلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين، وإرباك المنظومة الدولية على المستوى الأمني سينعكس على مجمل الأطراف فيها، وبالتالي الأدوار الدبلوماسية تقضي بالنخط باتجاه المبادرات، ونستمر بالتواصلات والتنسيق والتعاون. في مقدمة حيزات التنسيق والتعاون مجموعة الاتصال العربية والشركاء والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي والتواصلات مع الولايات المتحدة الأمريكية. العراق إذ يقوم بهذه الأدوار هو ليس مستثنى من هذه الانعكاسات، فبالأساس حفاظا على مصالحنا الوطنية في هذا الحراك، وفي الأساسية الثانية هو تعزيز الدور المحوري لمساعينا الدبلوماسية ضمن أي حيزات تتيح إمكانية أن تأخذ دورا محوريا للحد من مخاطر هذه العمليات العسكرية وانعكاساتها إقليميا ودوليا، ثم بعد ذلك إيمانا منا بأن إرباك حالة الأمن والسلم الدوليين سيشمل جميع الأطراف. فهناك ثلاث حيزات أساسية تشكل الرؤية الاستراتيجية في خطابنا الدبلوماسي بشأن العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا. نعم. طيب دكتور، يعني أيضا راح أذكر كلمة انفتاح. يعني العراق الآن مقبل على ربما انفتاح كبير، يعني نرى لا يكاد يمر يوم إلا ولدينا ضيف مثلا، سواء على مستوى وزراء خارجية أو ربما على رؤساء الحكومات أيضا يصلون العراق، وهناك مقابلات ولقاءات مع السيد رئيس الوزراء ومع أيضا وزير الخارجية، وهناك مؤتمرات صحفية مستمرة، أيضا هناك زيارات حسب ما سمعنا في الأيام القليلة القادمة لدول رؤساء دول وزراء خارجية أيضا سيزورون العراق. هل هذا المؤشر ربما باتجاه تطوير علاقات العراق خارجية باتجاه أفضل، ربما الارتقاء إلى مستويات أفضل يعني خلال الفترة القادمة؟ من حيث انتهيت حضرتك، معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية سيزور بغداد خلال اليومين القادمين، ثم يتبعه معالي وزير الخارجية لروسيا الاتحادية أيضا سيزور بغداد. من قبلهما بعدة أيام شهدت بغداد زيارة معالي وزير الشؤون الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة وافتتاح سفارة المملكة المغربية في بغداد بعد توقف لها دام أكثر من 18 عام، وهي زيارة تاريخية كما وصفناها في العديد من التصريحات، لا بالنظر إلى مقطعها الزمني بالحصر، وإنما بالنظر إلى طبيعة تجليات ومخرجات هذه الزيارة من توقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون بين معهد الخدمة الخارجية بمركز الوزارة وأكاديمية الأكاديمية الدبلوماسية في المغرب، وكذلك مذكرة أخرى في مجال المشاورات السياسية، ثم الاتفاق على تفعيل الخط الجوي الرابط بين بغداد والرباط والتنسيق بشأن مواجهة الإرهاب وأيديولوجيا التطرف وتبادل المعلومات، والتنسيق بشأن كل ما من شأنه أن يعيد التفاعل بأفق استراتيجي بين الجانبين. إذن زيارة صاحبي المعالي وزيري خارجية المملكة العربية السعودية وكذلك وزير خارجية روسيا الاتحادية أيضا تأتي في هذا السياق. هذا الانفتاح في الحقيقة هو نتيجة الحراك المستمر والتنسيق المتفاعل والمتصاعد من قبل الدبلوماسية العراقية عبر وزيرها صاحب المعالي السيد فؤاد حسين باتجاه التركيز على أن الدبلوماسية المبادرة التي ننحوها في هذه الأثناء هي دبلوماسية تأكيد مصالحنا الوطنية العراقية. العراق ليس متجردا عن التعبير عن مصالحه، وليس استثناء في إدراك ما ينبغي أن يقوم به مع جميع شركائه وأصدقائه. نفكر مليا وبشكل معمق بما نسميه بشراكة الفرص. نتوافر الآن عراقيا على ثروات حيوية واستراتيجية كبيرة، وهناك وفرة مالية نوعية للعراق، وكل ذلك يؤهل العراق مضافا إلى علاقاته المتوازنة في محيطيه الإقليمي والدولي أن يأخذ دورا فاعلا. إذن نشاط الدبلوماسية العراقية في حيزات أن تكون بغداد نقطة استقطاب والتقاء وجذب لأصحاب المعالي السادة وزراء الخارجية، وأيضا ما ينتج عن ذلك من تفعيل لافتتاح سفارات
جديدة في بغداد، بينها ما كان معلقا بسبب ظروف العمليات الإرهابية التي كانت تشهدها الأراضي العراقية في ظروف استثنائية، وبحمد الله زال هذا المبرر نتيجة تلاحم الإرادة الوطنية العراقية وكذلك الجهود الكبيرة والعظيمة والاستثنائية لصنوف قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة والمتطوعون من أبناء العشائر وصنوف قواتنا المسلحة العراقية الأخرى. ومن جهة ثانية فإن الواقع العراقي الآن أصبح مؤاتيا ومتميزا وممكنا لعمليات الاستقطاب المتوازنة التي تشهدها بغداد. فمن جهة ذاهبون باتجاه رفع مستويات التمثيلات الدبلوماسية وفتح السفارات والمزيد منها في بغداد، وباتجاه التنسيق نحو اللقاءات واستضافة السادة وزراء الخارجية. إذن نحن على فاعلية ونحن مستمرون بتأكيد نوعية الحوارات التي تجري في بغداد، وليس استثناء من هذه المساعي ما قامت به وزارة الخارجية العراقية من إنجاح استضافة نسخة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الأولى، ثم التنسيق بشكل حيوي واستراتيجي لإنجاح النسخة الثانية من المؤتمر التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وبعد ذلك التنسيق النوعي لإنجاح بطولة خليجي 25 والتي عكست رؤية غاية في التعدد والتوازن واستقرار الوضع العراقي أمنيا واقتصاديا وشعبيا، وعززت الدبلوماسية الشعبية وفرص التلاقي بين الأشقاء، وأيضا نجاح العراق في أن يمضي قدما للتأسيس لحوارات شراكات جماعية على مستوى المنطقة، وما يتفرع من ذلك فيما يتصل بمناقشة ملفات أساسية وحيوية تتصل بالمصالح العراقية. نعم دكتور، تحدثتم عن علاقات العراق والقمم التي حصلت وكل هذه الأمور الإيجابية طبعا جيدة باتجاه خاصة باتجاه علاقات العراق مع محيطه العربي، لكن هناك بعض الدول أيضا مثلا إيران وتركيا أيضا دول الجوار، هذه الدول هناك بعض المنغصات مثل ما نسميها أو معرقلات لربما لتعزيز العلاقات الثنائية. صح أن هناك علاقات ثنائية متينة مع إيران وتركيا، لكن هناك بعض الأمور التي تؤثر سلبا على هذا الملف، خاصة مثلا تواجد حزب العمال الكردستاني منظمة PKK المصنفة الدولية منظمة إرهابية، تواجد بعض الأحزاب المعارضة لإيران في إقليم شمال العراق، في شمال العراق أيضا في سنجار مثلا هناك بعض الجهات، هذه الأمور بدأت تؤثر سلبا على العلاقات من مع إيران من جهة ومع تركيا من جهة أخرى. ما هي سياسة العراق باتجاه هذا الموضوع، وهل هناك ربما مساعي لإزالة أو لمعالجة هذا الملف؟ نعم، من نحن وماذا نريد؟ نحن جمهورية العراق، نحن نظام سياسي ديمقراطي تعددي اتحادي فيدرالي. نص الدستور العراقي في إحدى مواده على أن لا تستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما أن السياسة الخارجية العراقية هي سياسة تستند إلى الانفتاح وتعزيز الشراكات والتوازن والبناء على الفرص الممكنة ومشاركة الحوارات والتعاون في مجال مواجهة التحديات والمخاطر أيضاً. بالاستناد إلى كل هذه المؤشرات في إطار من نحن، إذن ماذا نريد؟ نريد منطقة آمنة ومستقرة، نريد استدامة لفرص الحوار وتبادل المعلومات والتنسيق وعدم انتهاك سيادة العراق، لأن انتهاك سيادة العراق أمر مدان ومرفوض قولا واحدا. نحن بلد لا نشكل عبئا على المنطقة، بل نشكل فرصة استراتيجية لمجموع أطرافها، كما أننا ننفتح على كل هذه الأطراف بعقلية الشراكة والصداقة والأخوة، ونرى في استمرار هذه الشراكات فرصة استراتيجية لأن تأخذ شعوب المنطقة فرصتها من التنمية المستدامة والتطلع إلى مستقبليات تتسم بالانفتاح والاستقرار، والتأكيد على الفرص التاريخية والجغرافية ومبادئ حسن الجوار لنسج
آفاق مستقبلية واعدة. ما أقوله ليس مثاليا وليس مثالا أيضا، بل هو واقع. ذلك أن خطاب الخارجية العراقية ومنذ العام 2003 تبدل نحو ما يعزز هذا الاستقرار وينسج هذه العلاقات ويؤكد مبادئها ويعيد بوصلة خطاب العراق صوب أن لا بديل عن استقرار المنطقة إلا بشراكة مجموع أطرافها بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات وشراكة الفرص والحوارات التي تفضي إلى تعاونات مشتركة بشأن مواجهة التحديات. لدينا تحديات مع العديد من دول جوار العراق، ولدينا فرص استراتيجية ممكنة. معدلات التبادل التجاري بين بغداد وطهران، بين بغداد وأنقرة، معدلات عالية جدا وترتفع وتائرها في هذه الأثناء نتيجة للوفرة المالية العراقية وللحاجة العراقية، كذلك الحاجة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك الحاجة للجارة تركيا. إذن بناء على الحاجة، بناء على الثابتين التاريخ والجغرافيا في العلاقات، وبناء على المتغيرات في المصالح والرؤى، لا سبيل لنا سوى استدامة التفاوض والتنسيق والتعاون واحترام سيادة العراق وعدم الارتكان إلى أي مبادرات أحادية الجانب ممكن أن توتر هذه العلاقات، وممكن أن في الحقيقة تعطي أولوية أو تصرف الأنظار والجهود المشتركة نحو أولويات هي في الحقيقة جانبية في هذه الأثناء، ولا تصب بصالح أمن واستقرار المنطقة بالمجمل، كما أنها تهدد أمن واستقرار العراق. إذن بالتفاوض تحل الأزمات، بالتفاوض تتم شراكة الفرص، وبالتفاوض يمكن أن نتقدم جميعاً للتأسيس لأمن منطقة تنتظر ملياً أن تستقر بشكل كامل، لتعيد تشكيل خارطة مصالح شعوبها وأولوياتها بناء على الثروات والفرص الممكنة والعلاقات التاريخية والجغرافية. بمعنى أن الحوار سبيلاً لنزع فتيل الأزمات وخفض التصعيد وتشييد أمن جماعي على مستوى أمن المنطقة واستقرارها، والذهاب بعيداً صوب تنمية مستدامة. المنطقة تتوافر على فرص كبيرة، هناك مخاطر أيضاً تواجه المنطقة، والسبيل لمواجهتها هو استدامة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات واحترام سيادة الدول على أساس الدولة الوطنية. دور ملف المياه أيضا من الملفات المهمة ربما في الساحة العراقية، والتي شغلت العراق خلال السنتين الماضيتين على وجه الخصوص. وزارة الخارجية كان أيضا لديها مساعي في هذا الخصوص، مساعي دبلوماسية من أجل التوصل إلى حلول ربما لحل الأزمة أو شحة المياه في العراق. ما هي أبرز التطورات في هذا الملف؟ في حيزين متباينين، ملف المياه مع الجارة تركيا هو ملف يتوصف بأن هناك مستحقات للإطلاقات المائية يجب أن يتلقاها العراق من الجانب التركي. هذه المستحقات من الإطلاقات المائية هي الآن في مستواها الأقل، وهذا الأمر يتطلب من الدبلوماسية العراقية نوعاً من التفاوض، يؤسس لمرحلة جديدة تحقق مصالح الجانبين على أساس سيادتهما المائية وسيادتهما الوطنية بالخصوص. ومن جهة أخرى، فإن مستوى التباين الآخر في ملف المياه مع الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مع الجارة إيران هناك كما ترى الدبلوماسية العراقية تغييراً لمسار الأنهر التي تربط الجانبين وتشكل مصالحهما الاستراتيجية على مستوى ملف المياه، فيما يمكن أن يكون هناك للجانب الإيراني توصيفا قانونيا وفنيا آخر لهذا التحدي. وبكل الحيزين المتباينين، سواء مع تغيير مجرى المياه مع الجارة إيران أو قلة الحصص المائية التي يتلقاها العراق من الجارة تركيا، في الحيزين الحوار والتفاوض والتنسيق الفني عبر الفرق التخصصية في هذا الجانب هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة.
هذا التحدي المشترك يرسم على أطراف المصلحة العراق والجارة إيران والجارة تركيا قواعد للتفاوض يمكن أن تكون جديدة. هذه الجدة في قواعد التفاوض تستند إلى تعريف مصالحنا الجديدة بالاستناد إلى فرصنا الممكنة والواعدة. فإذا ما وضعت كل هذه المصالح في سلة التقييم الأساس ووضعت مؤشرات التحديات في نفس السياق، سنجد أن قراءة مشتركة تنبني على التعاون والتنسيق وعلى روحية الحل بمواجهة التحديات، أعتقد أنها ستفضي إلى نتائج استثنائية إيجاباً لصالح أطراف المصلحة في المنطقة والحكومة العراقية في مقدمة ذلك. ملخص لسياسة العراق الخارجية كيف ستكون خلال المرحلة القادمة؟ هل هناك ربما تطورات جديدة، ربما مستجدات فيما يتعلق بعلاقات مع دول الجوار، علاقات في الساحة الدولية؟ هل هناك ربما تطورات في مجال الدبلوماسية العراقية؟ هل هناك ربما تطورات في مجالات الزيارات المتبادلة خلال المرحلة القادمة؟ في الأساس لابد من توصيف. نحن حينما نقول الدبلوماسية العراقية، هذا هو اصطلاح عام ربما يراد به مجموعة مظلة الدبلوماسيات الفرعية، بمعنى العراق يعمل في هذه الأثناء وبالاستناد للبرنامج الحكومي وعبر وزارة الخارجية العراقية إلى تفعيل مجموعة من أذرع الدبلوماسيات، في مقدمتها دبلوماسية القوى الناعمة، بمعنى أننا نشيد مصالح العراق بالاستناد إلى جميع عناصر القوة فيه، القوة الثقافية، التاريخية، الحضارية، الوفرة المالية، الأمن والاستقرار الداخلي، الدور النوعي والفاعل للعراق في محيطيه الإقليمي والدولي. كل هذه العناصر تتوج بالحوار سبيلاً لتحقيق مصالح العراق وبالاستناد إلى تصدير عناصر القوة. إذن دبلوماسية القوى الناعمة وهي التي تستند للحوار وإظهار جميع مكامن وعناصر القوة في البلد على اختلاف الصعد والجوانب. النوع الثاني وهي الدبلوماسية الاقتصادية وبالاستناد إلى الفرص الاستثمارية الواعدة الكبيرة التي يتوافر عليها العراق، فإننا نخطو باتجاه تنويع البوابات الاقتصادية للبلد عبر شراكات استراتيجية متعددة، وليس استثناء في سياق ذلك من أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى باريس جاءت لتتوج هذا المعنى بتوقيع جملة من مذكرات التفاهم في خط شارع ومسير للعلاقات الاستراتيجية مع باريس، ومن قبلها زيارة دولته إلى ألمانيا، وستتلوها مجموعة من الزيارات كلها ستأخذ هذا المسار. وما يشكل الرافع لكل هذه المسارات هو خطاب السياسة الخارجية العراقية عبر وزارة خارجيتها. إذن الدبلوماسية الاقتصادية، دبلوماسية القوى الناعمة، والدبلوماسية التي تستند إلى التفاوض والحوار وتفعيل جملة من البرامجيات بالاستناد إلى ما يمكن أن نطلق عليه أننا اليوم في الحيز المبادر لتأكيد مصالحنا الوطنية. وهذا أيضا الأمر يشمل العديد من الحيزات، في مقدمتها استرداد الأموال المجمدة خارج العراق أو التي وضعت عليها اليد لاعتبارات قانونية وفنية، وأيضا ما أطلقنا عليه بدبلوماسية الاسترداد وهو استرداد العراق لآثاره التاريخية التي كانت قد هربت بطرق غير شرعية إلى خارج العراق. نجحنا خلال العامين المنصرمين من استعادة ما يقرب من 18,000 قطعة أثرية من العديد من الدول، ومن خلال تنسيق فاعل بين الأجهزة المختصة في مجموع دولنا. إذن نحن في الدبلوماسية العراقية نفرع مجموعة من الدبلوماسيات كأذرع للعمل الفني والسياسي، وننسق في كل ذلك بمتابعة يومية فاعلة. أتوقع خلال المراحل القادمة إن شاء الله ستشهد بغداد زيارة العديد من السادة وزراء الخارجية، وفود دبلوماسية رفيعة المستوى، تفعيلات دبلوماسية عراقية في الخارج، ومن خلال دبلوماسيات جميع شركاء العراقي وأصدقائه في بغداد. ونخطو في هذه الأثناء برؤى واضحة
معرفين لمصالحنا في الموقع الثابت، وبالنظر إلى ما يمكن أن نشتغل عليه لتأكيد المصالح السيادية للدولة العراقية. سياسة العراق الخارجية فعلاً سياسة بعيدة عن سياسة المحاور، وسياسة العراق الآن متزنة وواضحة، واضحة أمام العيان. يعني العراق الآن بعيد عن كل التوترات التي تشهد المنطقة وربما الساحة الدولية، لكن هناك أيضاً السياسة العراقية أيضاً ربما بحاجة إلى المزيد من الدعم، من خاصة السياسة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولو ما تحدثنا عنها حتى هذه اللحظة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عامل مهم في المنطقة. صح أنه هناك العراق تخلص من الاحتلال خلال السنوات الماضية، لكن العلاقات مع الولايات المتحدة كيف هي في هذه اللحظة؟ العلاقات بين بغداد وواشنطن تربطها وتنسجها اتفاقية الإطار الاستراتيجي. هذه الاتفاقية تنظم قواعد المصلحة المشتركة في إطار ثنائي الأبعاد وفي إطار متعدد الأبعاد. في إطار ثنائي هناك مظلة من المصالح المشتركة بين الجانبين، ومظلة المصالح لا تتعلق بالمشاورات السياسية والدبلوماسية، وإنما تمتد لتطال قطاعات الصحة والتربية والتعليم والثقافة، وكذلك البيئة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية ونحو ذلك، وفيما يتصل بملف الطاقة في تفصيلات مقررة لدى الجهات القطاعية ذات الاختصاص، مضافا إلى الدعم المشترك لمواجهة التحديات بالنسبة للحكومة العراقية أو الأخذ بالفرص الممكنة. ويزمع أن يجري السيد نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين زيارة إلى واشنطن خلال الفترة القريبة القادمة. ستشهد هذه الزيارة حوارات استراتيجية في طور جديد ينسجم مع البرنامج الحكومي لدولة الرئيس السوداني، وفي نفس الوقت إعادة تسليط الضوء على أهم النقاط الحيوية والاستراتيجية التي تربط هذه العلاقة. في مقدمة هذه النقاط طبيعة تواجد قوات التحالف في العراق، وبالتأكيد سيتم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه ضمن جولات الحوار السابقة. الآن وبالتحديد تواجد قوات التحالف في العراق هو لغرض التدريب والمشورة وبناء القدرات وليس غير ذلك، وبطلب من الحكومة العراقية. في المستوى المتعدد من العلاقة بين بغداد وواشنطن، فتبادل الدعم الدولي في مختلف المحافل يؤكد حضور العراق وتوازنه الاستراتيجي على مستوى المنطقة، ورؤيته الواضحة لتعريف مصالحه مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس مبدأ التكافؤ وعلى أساس مبدأ إدراك مصالحنا الوطنية. وقلت وأشرت إلى أن هذه العلاقات من التوازن وتأكيد المصالح الوطنية نمضي لتحقيقها مع جميع شركاء العراق وأصدقائه في مختلف المجموعات، وليست الولايات المتحدة الأمريكية استثناء في ذلك. جزيل الشكر دكتور. تقدير واحترام لكم. شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في ختام برنامج أشكر الدكتور أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية لمشاركته اليوم في برنامجنا، وأيضا استضافته لنا في مقر وزارة الخارجية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحية وتقدير. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.